أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول مالك رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، كتاب عمدة الأحكام، كتاب الجمعة. كنا أنهينا في الدرس الماضي الكلام على كتاب السفر، الجمع بين الصلاتين في السفر وتقصير الصلاة في السفر. وقدم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على صلاة السفر عنه على صلاة الجمعة، وبعضهم يفعل غير ذلك ويحكس. ولربما تقديم المصنف لصلاة السفر والتقصير والجمع على الجمعة، لأنه قد يكون ذلك خلال أيام الأسبوع، وأما الجمعة فتأتي مرة في الأسبوع، والسفر قد يكون في أثناء أيام الأسبوع. فناسب الكلام على صفة الصلاة، ثم على صلاة الجماعة، ثم ذكر الوتر، ثم الجمع بين الصلاتين والتقصير. فالتقصير لأن يعني الصلاة تكون في أيام الأسبوع، قد يسافر يحتاج إلى أحكام التقصير. والجمع بين الصلاتين أيضا لها علاقة بالتقصير. ثم فيه أحكام يجوز فيها، أو فيه حالات يجوز فيها الجمع بين الصلاتين للحاجة مثلا، ونزول المطر صلاة الجماعة كما سبق ذكره. ثم بعد ذلك جاء ذكر الصلاة التي هي تأتي مرة في الأسبوع، وهي صلاة الجمعة. سيذكر بعد ذلك صلاة العيدين لأنها مرة في السنة، ثم صلاة الكسوف لأنه قد يحدث في سنة مرة وقد لا يحدث في السنة أبدا، بل في سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. ثم الاستسقاء لأنها تناسب طلب السقيا من الله جل وعلا عند حدوث القحط والجذب. وبعد ذلك سيذكر الجنائز كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن بالموت يخرج المكلف وينتهي عنه التكليف، فلا يكون مكلفا للصلاة. هذا هو المناسبة في ترتيب الأبواب عند قراءتك رحمه الله تعالى، لكان غيره قد قدم وأخر شيخ. الحاصل أنه قال كتاب الجمعة، أي هذا الباب أو هذا الكتاب سيذكر فيه أحاديث تتعلق بصلاة الجمعة وأحكامها. وذكر في هذا الباب ثمانية حديث، حديث أشار فيه في بيان صفة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوم الجمعة، وحديث في حكم غسل صلاة الجمعة، وحديث في صلاة حياة المسجد يوم الجمعة ولو كان الإمام يخطب، وحديث في صفة الخطبة، وحديث في النهي عن الكلام الإمام يخطب على الجمعة يوم الجمعة المنبر، وحديث في فضل التبكير يوم الجمعة، وحديث في بيان الوقت الذي كان أحيانا يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، الزوال أو قبيله قليلا. وحديث الثامن في السنة
في قراءة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة. فهذه هي الجملة الحديث التي ذكرها في هذا الباب. وقول باب الجمعة، الجمعة بضم الميم، يقال الجمعة بضم الميم، ويخففها العرب فيقولون الجمعة بإسكانها. وفي لغة بني عقيل يقولون الجمعة إطلاقا على الوصف، وأنها تجمع الناس، الجمعة بفتح الميم. وكانت تسمى أيام الجاهلية يوم العروبة، كانت تسمى يوم العروبة، ثم جمع سمي بعد ذلك بيوم الجمعة. وسميت الجمعة أو سمي هذا اليوم بيوم الجمعة قيل لاجتماع الناس فيه، قيل لاجتماع الناس فيه. وقد جاء في بعض الآثار وفيها إرشاد أن وصلح بعض أهل العلم من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة فقال انظر إلى يوم العروبة حتى إذا كان الزواج بعده قليلا اجمع الناس وصلوا تقربوا إلى الله بركعتيه وعرفوا. فقالوا اجمع الناس، فقول قال لذلك سمي بيوم الجمعة لاجتماع الناس. ونقل نحو هذا الأثر عن فعل أسعد بن زرارة أنه قيل له إن اليهود يجتمعون في يوم فيتذاكرون فيه، اليهود يجتمعون في يوم فلا اجتمع نحن في يوم، فقال لكم يوم العروبة فاجتمعوا فيه وتقرروا إلى صلاة ركعتين وتكلم فيه سعد أسعد بن زرارة يعظه. فهذا قول. وقول آخر ويظهر هو الأقوى وهو ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان هل تدري ما يوم الجمعة؟ فقال هو اليوم الذي جمع الله فيه أباك أو قال أبوكم، فلذلك سمي بيوم الجمعة اليوم الذي جمع الله فيه أبان آدم عليه الصلاة والسلام. وقد يكون أيضا لاجتماع الناس، ولكن اجتماع الناس للجمعة كما سيأتي الصواب أنه كان بالمدينة، والجمعة كان يسمى يوم الجمعة قبل ذلك. وتجمع الجمعة على جمعات بضم الميم، جمعة جمعات وجمعة وجمع. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في همه أي لإحراق بيت الذين يتخلفون عن الجمع والجماعات، في بعض الروايات عن الجماعات والجمعات، فتجمع على الجمعين. وهذا اليوم ويوم الجمعة فضله عظيم، وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أن يوم الجمعة هو سيد الأيام. وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، وفي بعض الروايات فيه تقوم الساعة. وهذا يدل على فضل هذا اليوم أولا، وعلى أنه وقع فيه أمور عظيمة، قد وقعت فيه أمور عظيمة. بعضهم قال هذا الحديث لا يدل على فضل يوم الجمعة لأن فيه إخراج آدم من الجنة، وهذا أمر فيه شيء، ولأنه اليوم تقوم فيه الساعة،
وهذا فيه هول عظيم. والجواب أن الحديث صريح في أن يوم الجمعة أفضل الأيام لقوله خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ثم إخراج آدم من الجنة ليس طردا وإنما هي مصيبة وترتب عليها الإخراج للابتلاء والاختبار ويعود بعد ذلك المطيع أو يكون المآل للمطيع الجنة وللكافر النار عياذا بالله تعالى. وأما يوم القيامة فهو اليوم الذي تنتهي فيه الدنيا ويأتي آدم آخر فيظهر الخير والنعيم الذي وعد الله عز وجل ووعد الأنبياء به أتباعه ممن يطيعونه. والحاصل أن يوم الجمعة من أفضل الأيام وهو أفضل يوم من أيام الأسبوع، كما أن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة. وبعضهم يقول يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة، أقول يوم الجمعة تفضيله بالنسبة لأيام الأسبوع ويوم عرفة تفضيله بالنسبة لأيام السنة. فإن اتفق يوم الجمعة مع يوم عرفة كان ذلك نور على نور كما قال جل وعلا نور على نور يهدي الله لنور يهديه فذاك خير على. فإن اتفق في الأسبوع الذي وقع فيه يوم عرفة ويوم الجمعة فأيهما أفضل؟ الأسبوع الذي يضم 10 أيام أو 10 الأولى من 10 ذي الحجة فتأثيرها يوم عرفة، فإن وقع بيوم الاثنين فهل يقال يوم جمعة ذاك الأسبوع أفضل من يوم عرفة؟ نقول يوم عرفة هو الأفضل، يوم عرفة هو أفضل. فيوم الجمعة يوم فاضل وخير. ثم إن الله جل وعلا قد هدانا إليه وضلت عنه الأمم السابقة، الأمم السابقة ضلت عن هذا اليوم وهدينا نحن له. قال بعض أهل العلم جعل لها الاحتياج ليوم فاختار غير ما اختار الله عز وجل لهذه الأمة. أما هذه الأمة فمن فضلها أن الله عين لها يوم الجمعة يوما عظيما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة بيد أنهم يعني كانوا قبلنا أي يوم والنصارى، فهدانا الله لهذا اليوم يوم الجمعة واليهود غدا والنصارى بعد غد. اليهود ظنت أن أفضل الأيام واليوم الذي لا يوجد فيه الخلق يوم السبت، والنصارى ظنت أن أفضل الأيام هو يوم بداية الخلق يوم نحن، وظلوا عن يوم الجمعة فاختاره الله لنا وأوجبه وعينه لنا ولم يترك لنا اختيار بل بينه لنا سبحانه وتعالى. وهذا من فضل هذه الأمة ومن فضل الإسلام دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآخرون أولون يوم القيامة بيد أنهم يعني غير أنهم كانوا قبلنا، فهدانا الله لهذا اليوم فيوم الجمعة لنا وغدا واليهود غدا والنصارى بعد غد. الحديث الصحيحين هذا يدل على فضل هذا اليوم، كما يدل أيضا على خيرية هذه الأمة، على خيرية هذه الأمة. وأما فرض الجمعة فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن فرض الجمعة كان في المدينة، والآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله نزلت بالمدينة. وتضمنت الآية ذكر النداء إذا نودي للصلاة، والنداء هو الأذان، والأذان شرع بالمدينة وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن وليس أول ما نزل المدينة عليه الصلاة والسلام.
فالأقوى الذي عليه جمهور العلماء أن فرض الجمعة متى كان في المدينة، وهل كان قبلها أو لا؟ اختار بعض العلماء أن الجمعة فرضت بمكة، وهو اختيار أبي بكر الهيثم، وأيضاً نقل عن أبي حامد الغزالي أو غيره. استدلوا لهذا بأن أسعد بن زرارة جمع بهم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة أو خارجاً من مكة إلى المدينة. واستدلوا بأثر آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المدينة أن يجمعوا في يوم العروبة، وجاء أثر آخر عن أسد بن زرارة قد ذكرته، ومن طريق آخر مرسل عن ابن سيرين. وهذه لا يلزم بالضرورة أن تفيد أن الجمعة كانت واجبة، فيمكن أن تكون مشروعيتها مشروعيتها من باب الجواز. وأما اللزوم الوجوب فوجوب الجمعة كان بالمدينة، وأول من جمع أسعد بن زرارة، وأول جمعة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت وهو قادم من مكة إلى المدينة، فنزل المدينة في بني سالم بن عوف بن عمرو بقباء، ثم خرج منها فأدركه الزوال في منطقة وادي رونا، فجمع فيها صلى الله عليه وسلم، ثم دخل المدينة. ثم ماذا؟ دخل المدينة. فإذا يقال الجمعة وجبت بالمدينة. أما ما يدل من آثار على صلاتها في مكة فكان ذلك من باب الجواز لا اللزوم والوجوب. فهذا ما يمكن يذكر في هذا الباب. أما الحديث الأول فهو حديث سهل بن سعد السائلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن رجالا في رواية إن نفرا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي العود هو، فقال سعد من طرفات الغابة، ثم قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد على أصل المسجد على أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ في آخر صلاته، ثم قال يا أيها الناس إنما حملني على ما صنعتم لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. وفي رواية قال قام عليها ثم كبر رضو عليها ثم ركع عليها ثم نزل القحطرة. وهذا الحديث وفي الصحيحين، ولكن قوله رضي الله تعالى عنه ثم عاد حتى فرغ من صلاته أو حتى فرغ من آخر صلاته، هذه رواية عند مسلم، الرواية انفرد بها مسلم فليست هي عند البخاري. هذا الحديث رواية سعد بن سعد السائلي أبو العباس الخزرجي الأنصاري من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي وممن يعد من آخر الصحابة وفاة، توفي صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنه الجميع. ووفاته على الأرجح 88 من الهجرة، وحديثه عند أصحابه كتب الستة، قيل روى من الأحاديث 28 و100، اتفق البخاري ومسلم على
أكثر من 72 حديثا تقريبا، وانفرد البخاري بروايته 12 حديثا تقريبا من حديثه. فذكر هذا الحديث، والحديث الحقيقة يناسب باب الإمامة، لأنه ذكر فيه إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام، وإنما ذكره المصنف هاهنا في كتاب الجمعة لعله لأمرين اثنين كما قال بعض العلماء. الأمر الأول ذكر المنبر فيه، الأمر الأول ذكر المنبر فيه، والمنبر يوضع يوم الجمعة. والأمر الثاني كونه ذكر إمامته بالناس يوم الجمعة، بالناس يوم الجمعة، فالأسف أن يذكر في هذا الباب، أن يذكر في هذا الباب. فقال رضي الله تعالى عنه: إن نفرا، جاء في رواية مفسرة إن رجالا، وقال النفر والنفر والنفرة يطلق على الرجال من 3 إلى 9. إن نفرا من الرجال تماروا من الأمارات، يقال ماراه يماريه أمارة، ومريت الشيء إذا استخرجته. ولهذا المماراة فيها معنى الاستخراج، وهي بمعنى الجدال، المماراة والجدال والمجادلة هي بمعنى واحد، كأن المراد هو أن يريد أن يستخرج الدليل على صحة ما يقول وبطلان قول غيره. وقيلت بالفرق بينهما: فالجدال هو ذكر الدليل على أحقية ما تقول، والمماراة الجهد في إخراج وذكر الأدلة على بطلان قول غيره. وإذا حقق النظر فهما يقال يتقاربان في المعنى، في المعنى واحد. قال: تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر، المنبر مأخوذ من النبر، وهو بمعنى العلو والارتفاع، النبر والنبرة شيء عالي مرتفع، ومنه المنبر لأنه يعلى عليه ويرتفع، وأصله منبر بالنون، لكن عند النطق تقلب النون ميمًا نطقًا لا حرفًا، يقال منبر، منبر، فالنطق ميم ولا نون؟ ميم، لصعوبة نطق النون أمام الباء، منبر. قرب النون من الميم وصعوبة نطق النون أمام الباء، فيقال منبر، فأبدلت النون ميما نطقا لا خطا، والمراد به شيء مرتفع. هذا المنبر سبق أن تكلمنا عنه، وأنه صنع عليه الصلاة والسلام من الخشب، وأنه طلب أن يصنع له عليه الصلاة والسلام فامتنع، فكان يعلو على ربوة، مكان مرتفع، ويتكئ على جذع نخلة فيحفر في الناس. فلما كثر لحمه وبدن صلى الله عليه وسلم، قيل أنهم قالوا له: ألا نتخذ لك منبرا؟ وقيل أنه أتى إلى امرأتي تميم بن أوس الداري فقال: انظري إلى غلامك أو مولاك فلان يتخذ لنا منبرا او يقطع لنا منبرا، او قال لهم صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لي واتخذوا لي منبرا. فصنع له صلى الله عليه وسلم، قيل هو الذي صنعه هو تميم بن الشداري، وقيل هو زوجة تميم بن الشداري، وقيل مولاها، والامر يظهر له متقارب، فاضافته اليها لانه بامر زوجته، واضافته المنبر لها لانها
هي سيدة الغلام، وكمل الغلام صنعه لأنه بأمر سيدته. فهذا الذي صنع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر، وكان من خشب، واتخذه له، وفيه ثلاث درجات، ثلاث درجات، الدرجة الأولى والثانية والثالثة. ويدل على ذلك لجبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمعة، فلما طلع بالدرجة الأولى قال أقول آمين، فقلت أن سمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، درجة الأولى، الثانية آمين، الثالثة آمين، ثم جلس عليه الصلاة والسلام ثم خطب، ثم سألوه عن وجه ذلك فأجابهم كما هو في الحديث المعروف. فكان من ضرره صلى الله عليه وسلم ثلاث، وأهل العلم يقولون هل الثلاث من باب التأكد أو يجوز الزيادة؟ فذهب كثير من العلماء، وهو فعل بعض التابعين كما كان في زمن عمر بن عبد العزيز وغيره، قال المقصود هو الارتفاع والظهور للناس، وبالتالي فإذا كان الجمع كثيرا ناسب أن يكون العلو والارتفاع أكثر حتى يظهر، ويكون ذلك أدعى لإيصال القول والكلام. فرأوا أن الزيادة في درجات المنبر جائز، شيء جائز ومشروع، فاتخاذ المنبر أكثر من ثلاث درجات لا بأس به قالوا. لهذا السبب فالأمر ليس فيه تعبد، وإنما فيه وسيلة إيصال القول، وهو معلول، أي له علة واضحة وظاهرة، فزيادة على الدرجات لا حرج فيه ولا بأس. وقال بعض أهل العلم بل الأمر توقيفي وتعبدي، ولا بد من الوقوف حيث وقف عليه الصلاة والسلام، فلا يتخذ منبرا أزيد من ثلاث درجات، بل يقتصر على ذلك، بل يقتصر على ذلك، لأن الحديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بثلاث درجات، وقد خطب عليه الصلاة والسلام في ملأ بالمدينة، وكفر الناس بالمدينة، ولم يزد على ذلك، وهذا القول يظهر أنه أقوى، فيقتصر في المنبر على ثلاث درجات. وعلى قول من علل أن ارتفاعه حتى ينتشر القول ويكون أكثر انتشارا وقوة، نقول هذا زاد لوجود مكبرات الأصوات. فعلى القول بمثل هذه العلة وهذا التفسير نقول نرجع الآن ما دام ولد مكبر الصوت إلى السنة التي كانت من الأول، فيظهر الأقرب والله أعلم أن المنبر يكون درجات. هذا من ناحية، من ناحية أخرى فذلك أدعى إلى أن لا يقطع الصف في الصلاة، لأنه إذا دخل طويلا يقطع الصف، أو يكون فيه تأخير الصف كثيرا من الإمام، ويفوت كثير من الفراغ في الصلاة فيه. قال تمارضوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، واتخاذه متى كان؟ قيل سنة 5 للهجرة، وقيل سنة 8، وقيل سنة 9، وهو الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر في السنة 9 وليس في السنة 5. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في قصة الإفك، فخرج على المنبر فخطب على المنبر يعني السنة 5، فيحتمل أن يكون المراد بالمنبر المعنى اللغوي، أي شيء مرتفع. وإلا فإن الذي اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر هو غلام مولى زوجة تميم الرشداري، تميم الرشداري إسلامه كان في السنة 9، فيظهر أن هذا أقرب والله تعالى أعلم. وزيد على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إنما بدن وكثر لحمه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه الأحاديث، فإنه سابق عائشة رضي الله تعالى عنها آخر حياته فسبقته، فقال أو سابقها فقال هذه وكانت قد بدنت يعني. وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم بدن في آخر حياته من جهة عائشة، فكان قيامه
للصلاة كان يصلي 11 ركعة وانتهى قيامه إلى 7 ركعات. وأنه كان أيضا يصلي قائما فلما بدنا كان آلا يصلي جالسا. وذكر في الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا هو الأعراض الله. قال كما رأى في المنبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ يعني من أي عود من أي خشب؟ فسأل ابن شهاب رضي الله عنه يعلم لأنه كان حاضرا ورأى قال من طرفاء الغار وهم رأوه أيضا لكن ما علموا من أي شجر. فحدده من شجر هذه من طرفاء الغابة رفاء بالمردود نمل وهو نوع من الخشب أو من الشجر شجر الغابة. ومثل هذا حقيقة لا يلزم الإكثار من المباح فيه. ولهذا عمد سهل بن سعد رضي الله عنه بعد أن بين نوعه إلى ما هو أهل فذكر ما يدل على أنه له الدليل على ما ذكره هو أنه رأى أنه يصلي على المنبر ونبههم إلى ما ينبغي الاشتغال به من تعلم الصلاة وغير ذلك. والحديث فيه اشتغال التابعين بمسائل العلم وتباحثه فيها وفيه رجوعهم إلى أعلمهم وإلى العالم بسؤاله وفيه أيضا إجابة العالم عن سؤال غيره وفيه أيضا ذكر الدليل على الجواب. فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليها قام على المنبر وهذا يوم الجمعة فقام صلى الله عليه وسلم ليخطب الناس على المنبر. قال فكبر أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى ولا شك أنه كان مستقبلا للقبلة لا مستدبرا لها لأنه سيأتي بعدين أنه قال ثم نزل القهقرى ثم نزل القهقرى والقهقرى مصدر والقهقرى مصدر كما سيأتي. فإذا قام على المنبر عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة وكبر فكبر الناس وراءه أي صلى وصلوا بصلاته فقام وكبر 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 الناس وراءه ثم ركع أي على المنبر ثم ركع على المنبر والناس من وراءه يتابعونه عليه الصلاة والسلام ثم نزل القهقرى يعني لما جاء يسجد ليس له ذلك فنزل القهقرى القهقرى مصدر ومنصوب إما بفعل يدل عليه فرجع وقهقر القهقرى وإما أنه منصوب صفة لمحذوف فرجع رجعة القهقرى أي إلى الوراء وإنما منصوب على المصدرية أو منصوب على المصدرية على أنه مصدر كنصب سبحان سبحان الذي أسرى بعبده ومعاذ الله وإياه عياذا بالله ونحو ذلك. فرجع القهقرى ثم عاد أي إلى صلاته رجع ونزل ثم رجع على المنبر وصلى ففيه ماذا؟ جواز الحركة في الصلاة لإصلاحها وجواز الحركة في الصلاة للتعليم وأن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها كنحو ثلاث ركعات والركعتين بل ولو أزيد من ثلاث ركعات كان خطوتين ثلاث خطوات والخطوتين بل وأزيد من ذلك. وفيه أن الحركة للصلاة في الصلاة في إصلاحها أو لحاجة أو ضرورة لا يبطل الصلاة. وفيه أنه ينبغي إذا كانت ثم حركة الصلاة أن لا يستدبر القبلة بل يبقى مستقبلا لها لأنها شرط في صحة الصلاة شرط في صحة. ثم عاد أي فارتفع لأنه رجع القهقرى في الدرجات على فرض أنه في كل درجة خطوة هي ثلاث خطوات ثم بعد أن أنهى العمل عاد ثلاث خطوات أخرى
وهذا فيه الدليل على أن الحركة اليسيرة جاية في الصلاة، وأن الحركة الكثيرة في الصلاة إذا وزعت على الصلاة فكانت يسيرة لا بأس بها، لأنه رجع إلى الوراء وأتم الصلاة فسجد ثم رفع ثم سجد ثم قام قياما ثم ارتفع إلى المنبر وأتم الصلاة ركوعا وقياما منه ثم رجع ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلى الصلاة على المنبر ثم قال يا أيها الناس. وفيه دليل على أن العالم إذا فعل شيء قد يستغربه الناس أنه يبين له وجه ذلك حتى لا يقع الإنكار. إنما حملني على ما صنعت لتأتموا بي وتعلموا صنعي. الحامل على ذلك أن يأتموا به صلى الله عليه وسلم، والاهتمام والاتباع يجعلوه إماما متبعا، وأن يتابعوه أي وليتابعوني أي في الصلاة. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا، فالمطلوب أن تصلي كما رأيته صلى. وهل رأينا؟ ما رأينا، وإنما رأاه الصحابة، والصحابة نقلوا لنا علما، ويأتي ذلك بالحديث لتأتموا بي ولتعلموا صلى. فمنهم من يعلم الصلاة بالرؤية كالصحابة الكرام، ومنهم من يعلم الصلاة بالنقل كالحديث كحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر والصحابة صلوا تحت أسفل، وهل يجوز أن يكون الإمام متبع الإمام المأموم أو العكس؟ خلاف بين العلماء في المسألة، والأقوى أن ذلك منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى أبو داود في حذيفة رضي الله تعالى عنه إذا صلى أحدكم أو أما أحدكم أقواما فلا يرتفعن عليه، فلا يرتفعن لا يعلوه. ولهذا أنكر بلال رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة أن صلى أحد مرتفعا على المأمون فجذبه، ولما أتم الصلاة قال أما علمت أن سنها أن يرتفع الإمام عن المأمون. وهذا قول جمهور العلماء، وبعضهم استفاد من الحديث الجواز وهذا فيه نظر، بل الأقوى المنع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فعله هذا فهو دليل على الجواز الموضح، وهذا يقال به. فإن كان هناك مصلحة لارتفاع الإمام بل لارتفاع المأموم فذلك جائز، كالحال عندنا في المسجد المأموم يصلي في السلة مرتفع الإمام، ومثل هذا ثبت عن بعض الصحابة، فقد صلى بعض الصحابة على السلة والإمام تحت أبو هريرة أو أنس رضي الله تعالى عن النبي. فالصواب المنع أن يرتفع الإمام عن المأموم أو أن يرتفع المأموم عن الإمام، أما إن كان تصلح حاجة فلا حرج ولا بأس بذلك إن شاء الله. وفيه أيضا الاهتمام والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك. قال وفي رواية قال قام عليها المنبر ثم كبر وهو عليها أي المنبر، ثم ركع عليها أي المنبر، ثم نزل القحطرة أي رجع ماذا؟ إلى الوراء، أي رجع إلى الوراء وأسفل، فأتم صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا في الجملة ما يذكر وما يمكن شرح إليه من الفوائد في هذا الحديث، والله تعالى. طيب في أي مسائل أخرى صلى الله عليه وسلم.